عزيزاتي المتتبعات، اليوم جبت لكم تحلية شابة بزاف، تحلية الامباسادير. راه عندي المقادير، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. عندي المقادير، عندي كاس شونتيي تاع 200 مليلتر، عندي كاس ما بارد كلاصي فوق النص شوية، عندي البسكوي كنت دايرة بسكوي وبقالي منه، عندي فاكهة، عندي هنايا تفاح اناناس وعنب، عندي السيرو راني يعني درته باش نشمخ بيه، وعندي لا جولي وعندي حبه بنان راح ندير بها من فوق، راح نديرو هاك نديرو الشونتيي تاعنا تطلع بسم الله، راح نطلع الشونتيي تاعنا ونعاود نرجع لكم. عزيزاتي المتتبعات، راح نبدا نركبوا التحليه تاعنا. لا جولي هذه اللي خدمتها معكم ذاك النهار، هاي وينها، حميتها، فرغوا شويه تاع لا جولي هنايا، ديروا شويه، وراح نديروا شويه تاع البسكوي. هذا بسكوي ما خدمت مره جينواز وبقالي منها هكا، نشمخه هذاك السيرو اللي درته باش يجينا التحليه تاعنا هشيشه. راح ندير كريمه اللي طلعتها، هكا ندير شويه تاع لا جولي، عطري شويه باش تبان لنا في الحواف، ديرو هكا شويه فاكهه، فاكهه اللي عندنا انا ماشي مهم، نضغطو شويه. انا عندي عنب واناناس وتفاح، وراح نزيد عليه بسكوي، ندير شوي لا جولي ثاني هكا باش تجي شابه، هكا بسكوي ثاني نضغطو شويه معليش هكا، ونعاودو نشمخو بهاك السيرو اللي درناه هكا. السيرو هذا انا زدت له عطر ليمون باش يجي فيه النكهه كيما تاع لاطاخت هكا. عندي الكريمه، الكريمة تاعنا نزيدو نديرو فاكهه، الفاكهه اللي عندنا ما يهمش احنا، المهم نديرو. عندك تفاح وحده ديري، عندك بنان ديري، المهم ديري فاكهه هاك هاكا تجي شابه، وضغطي شويه هاكا زهدي، راح ندير شويه تاع لا جولي، راه البرد شويه راهي ديريها في الحواف باش تبان هاك، تخدميها في دار غير ملي تشريها برا باسكو غاليه برا، اللي عندها دراري يتشهاو وعاد ياكل واحد ما ياكلش هاكا. وراح نزيد ندير طبقه من الكريمه اللي تكون شابه هاك هاك هاكا، نرشو عليها غير شويه تاع لا جولي شويه، راه البرد لا جولي تاعنا راهي تجمد شويه هاكا،
هاك دير لها شويه خطوط هكا ولا شويه هاك. وراح نكمل الكؤوس كاع اللي عندي. هاي وينه راح نكمل كاع الكؤوس اللي عندي ونعاود نرجع لكم. عزيزاتي المتتبعات، هذه هي التحليه الامباسادير نتاعنا. هاي وينه مكونات بسيطه عندنا في الدار، الفاكهه اللي عندك ديري مسكوتشو ولا تكون تبقى لك خدمي كيما هكا، اقل ثمن ملي تروحي تشريها من برا لولادك. ونتمنى الوصفه نتاعي هذه تعجبكم، وديروا لي لي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.